قال الرئيس الصربي ألكساندر فوتشيتش أن الاتفاقيات التي تم توقيعها بين مصر وصربيا ستعود بالكثير من الإيجابيات على شعبي البلدين. وخلال مؤتمر صحفي أشار الرئيس الصربي إلى ما يجمع القاهرة وبلغراد من مصالح مشتركة، مبديا أعجابه بطريقة إدارة الرئيس السيسي للبلاد في ظل التحديات المختلفة بالمنطقة. أعتقد أننا سوف يكون لدينا كثير من زيارات المستثمرين من الصرب إلى مصر، ونرحب بالطبع بالمستثمرين المصريين في صربيا، وبالطبع كل ذلك تعضده اتفاقيات التعاون التي وقعناها اليوم والتي سوف تأتي بالكثير من الخيرات للشعبين. وبالطبع كل ذلك يهم بلدينا، وبالنسبة للعلاقات السياسية بين الدولتين فإننا في حالة تشاور مستمرة ونلتقي في المنتديات الدولية ونتفق على أننا لدينا كثير من المصالح المشتركة.